اكيد مجيء الي رستم وخبرته قدر كتير يساعد بالفريق لانه صار عندك حدا كمان بتوثق فيه باخر الجيم بيقدر يعني عرفت قاطع بهيك سيتويشنز قبل كتير بكاريرته هيدي الشغلة بتطمن يعني بتطمن الجهاز الفني واللعيبة وبتعرف انه عندك حدا عن جد رح ياخد decision مزبوطة بغض النظر اذا فاتت ولا لا